مشاهدينا ومشاهدي نايل لايف شبكه ان تي ان، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من نهارك سعيد. النهارده الاربعاء 5/3/2014، ويا رب يكون يوم سعيد علينا امبارح ويوم سعيد علينا. وامبارح كلنا شفنا الكلمه اللي القاها المشير السيسي خلال فتره انتهاء الاعداد العسكري والتدريب الاساسي لطلبه الكليات والمعاهد العسكريه. القى كلمه امبارح وحسم امره في الترشح لرئاسه الجمهوريه، وكده بقى عندنا مرشحين طبعا حمدين صباحي والمشير السيسي، ولسه في انتظار باقي المرشحين. صباح الخير شريف. صباح الخير يا ايمان. اكيد هو من اهم الاخبار اللي كانت متصدره او اللي زالت متصدره اكيد الصحف والاعلام واهتمام الناس اكيد في مصر بمصير هذا البلد، لكن ايضا هناك اخبار اخرى. يعني مثلا حكومه محلب كما تسمى حاليا، هذه الحكومه التي بدات العمل على قدم وساق، وكانت البدايه مع الملفات الهامه جدا والشائكه، منها واهمها التموين، السلع التموينيه، الزراعه والتعديات على الاراضي الزراعيه، وايضا كل المخالفات التي تؤدي الى فساد كبير في مؤسسات الدوله، ده غير كمان عمليه تقليص وتخفيض للنفقات بشكل كبير جدا، ده غير ايضا تاكيد هذه الحكومه على العمل والعمل والعمل بشكل مستديم. وعلى الصعيد الاخر برضو اللي كان من ضمن اهم الانباء اللي هيتم مناقشتها مع ايمان والاستاذه امال عويضه في فقره الصحافه، هو طبعا حظر حركه حماس بمصر واعتبارها منظمه ارهابيه، وحظر جميع انشطتها في حاله اعتراض شديده جدا من جانب حماس، كانت واضحه جدا في تصريحات كل المسؤولين اللي طلعوا وقالوا التصريحات تعقيبا على هذا الحكم. وكان اهم حيثيات او اهم تفاصيل هذه التصريحات هو عدم وجود المدعى عليه، يعني ان هو كان حكم من جانب واحد. برضو تبعيات هذا الموضوع اكيد هيكون لها تاثير كبير جدا على الساحه في توقيت حساس للغايه في تاريخ مصر. معنا فقرات النهارده كتير جدا بنبداها معاكم زي كل يوم فقره الصحافه. النهارده بيشرفنا في الاستوديو صحفيه امال عويضه، صحفيه بجريده الاهرام. مساء الخير معاك يا ايمان، واكيد وبعدها هيكون معانا وزي كل يوم اربع اللي هو احمد عاصم، وهيكون معانا الفقره المروريه. ومن اهم برضو اجندات او من النقاط الحيويه على اجنده الوزاره الجديده هو المرور وملف المرور، هنعرف اكتر دوت وايه هي الخطوات المتبعه او التي ممكن ان تؤدي الى تحسين حاله المرور في مصر في هذه الفقره. كمان معانا فقرة مهمة جدا، وهي طبعا خاصة بالأحداث اللي هنمر إن شاء الله بيها الفترة اللي جاية، هتكون مع الكاتب والمفكر دكتور نبيل زكي، وهتكون عن قانون الانتخابات الرئاسية. الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهود التطوعية فرقت كتير جدا في مصر في خلال الثلاث سنين اللي فاتت، خصوصا مع عدم قدرة الحكومة على أنها تكفي كل شيء وتكفي كل الاحتياجات. مؤسسة نبني هي أحد هذه المؤسسات التي نجحت وأثبتت بالفعل جدارتها واستمراريتها في منشية طاسر، هذا الحي الذي يحتاج الكثير من التطوير. ومع هذا تواجه مؤسسة نبني مشكلة كبيرة جدا مع محافظة القاهرة، إيه هي تفاصيل هذه المشكلة؟ هنعرف دوت من خلال فقرة خاصة جدا. كمان هيكون معانا فقره مهمه جدا هتكون مع شريف، هتكون خاصه بكل الشباب وتهمهم كلهم، هتكون مع استاذه عبير سراس. هي مش مصريه، هي فلسطينيه. مظبوط. صحفيه باذاعه هولندا العالميه ومنسقه مشروع الحب ثقافه، وهيتكلموا عن حاجات كتير جدا خاصه بالحب. انت ممكن تتكلم عنها اكتر يا شريف دلوقتي. بالظبط كده، هي فكره ان الثقافه الجنسيه وربطها بالحب، ويمكن ان هي ازاي توعي الشباب بهذه الثقافه اللي يمكن التعليم للاسف، وانا بقول للاسف، كثير من اجزاء وخصوصا التعليم العام او التعليم الحكومي ما بيغطيش الحكايه دي خالص. ومعروف جدا المشهد الكلاسيكي المدرسه فيه اول ما بتعدي على هذا الباب في البيولوجي في الاحياء تقوم معديه عليه على طول، مش مهم، وتقوم معديه. طبعا الثقافه الجنسيه هي اساس المشاكل الكتيره جدا اللي مواجهها، واساس مشاكل كتيره جدا ايضا بين الزوجين، وتؤدي في بعض الاحيان الى الطلاق. فعشان كده لازم يكون في وقفه حقيقيه. هو ده ميعاد او هو ده موضوع فقرتنا، كل ده هيكون بعد فاصل. يوم مزدحم جدا وحافل جدا، بعد الفاصل على طول المشير السيسي، الرئاسه والحكومه الجديده وحماس مع أمال عويضة وإيمان.